السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اخوانا متتبعو قناة نوستالجيا تي في، صباحكم سعيد في كل مكان اينما كنتم تتواجدون خارج الوطن او داخله. شوفوا معنا اليوم وصلكم الاجواء ديال مدينة بركان صباحة هذا اليوم بعد ما كان البارح الجو كما قلناكم في الفيديو اللي درناه قبل في اليومين اللي قبل، كانت عامرة السماء عجاج غبراء. اليوم بعد هطول أمطار الخير يعني خاص بتغي شوية البارح في الليل نقطة مزيان، اليوم صبح الجو صافي والحمد لله، جو جميل ديال الطبيعة. ما انتم تشوفوا السماء زرقاء وغيوم بيضاء. اخوانا صور لكم الأجواء ديال مدينة بركان اليوم في شوارعها الباهية بعد سقوط أمطار الخير واندثار التراب من السماء، التراب اللي كان جاي من الصحراء الصحاري ديال إفريقيا هو مشى الحمد لله. الجو صفاء، كانوا الناس قنطوا ما تقدر تخرج ما تقدر دير تجارة تحت سلعة برا، ما كان فتح بحال الشتاء وأكثر مع التراب خفيف. إخواننا خليكم مع الأجواء، مرحبا بكم معنا دائما، وما تنساوناش كي العادة باشتراك في القناة اللي مازال ما اشتركش معنا باش يوصلوا كل جديد، وبإعجاب للفيديو وتعليقات لمعرفة آرائكم واقتراحاتكم، وشكرا لكم.